السلام عليكم. إذا اليوم حصة جديدة بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي، وغدا تكون في الكومينيكاسيون اي اكت لونغاج. كومينيكاسيون اي اكت لونغاج لوبجيكتيف دو سيت سيونس سي دو بروبوزي دوني دي انديكاسيون انسيتي افير سوجيري. الوغ افون دو ليكوت، قبل افون دو ليكوت يعني قبل ما نقراو الديالوغ، كنلاحظوا ليماج اللي كيعطيونا او الصوره اللي كيعطيونا. ولكن قبل ما نلاحظوا حنا ديك الصوره، ما تنساوش انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، واللي مازال ما دارش جيم او الاشتراك في القناه او لا سويفي او بيان ابوني في لاباج فيسبوك، يدير اشتراك ويبارطاجي مع الاصدقاء ديالو، يخلي كومونتير او لا جيم، وبالتوفيق لجميع التلاميذ والتلميذات. اذا لاحظوا معايا هنا في هذه الصوره، كنلاحظوا جوج ديال الاشخاص، هادو كبار في السن ومعاهم مجموعة من الأطفال. وهنا في لاغيير دو بلون، مثلا في لاغيير من موراهم، كنلاحظوا بأن بحال كاين واحد لوزين تما، ديالاش ما عرفش. إذا حنا كنقراو فقط الصورة شنو فيها، مفهوم؟ إذا ندوزو نشوفو الأسئلة. كو ريبريزونت سو ديسان، يعني شنو كيمثل لينا ولا شنو كيقدم لينا هاد الديسان هادي. الوغ داكشي اللي سبق لينا وذكرنا، دو زوم اي دي زونفون، دو زوم اي دي زونفون، يعني كاينه جوج ديال الناس كبار وكاينه مجموعه من الاطفال. داكوغ، اذا كنكتبوها في السؤال الاول. دو زوم اي دي زونفون، هذا فيما يخص السؤال الاول. ندوز السؤال الثاني، او سو باس لا سين، ملي كنشوفوا هاد او هادي هكا، او كتعني لو ليو، يعني المكان اللي كيتواجدوا فيه هاد الناس هادو. الوغ جو كرو كو دون اون سنترال الكتريك، اذا غادي يكونوا دون اون سنترال إلكتريك، مركز ديال الطاقة. داكوغ، اون باس على تخوازيام كيستيون، كومبيان دو بيرسوناج فواتور، يعني شحال عندنا ديال لي بيرسون هنايا، ان دو تخوا كاتر سانك سيس سات ويت اي نيف، نيف بيرسون، يعني تسعة ديال الأشخاص. كي بوف تي لاتر، شكون غادي يكونوا مثلا هادو؟ الوغ من خلال الملاحظة كنظن بأن هادو غادي يكونوا أطفال ديال المدارس، يعني تلاميذ، مفهوم؟ غادي يكونوا غالبا تلاميذ. اذا كنقولوا دي زيكولي، دي زيكولي. هما اطفال المدارس. نشوفوا دابا السؤال خمسة، اتون افي دو كوا بارلتيل، يعني في نظركم علاش غادي يكونوا كيهضروا؟ مادام ان التلاميذ جاو لهاد سونترال الكتريك، اذا غادي يهضروا على لا برودكسيون الكتريك، يعني الانتاج ديال الطاقه. غادي يهضروا على دو لا سونترال، على هاد المركز هذا. لا برودكسيون الكتريك، انتاج ديال الطاقه، كيف يتم مثلا، انسي دو سويت. ندير ثلاثه د النقاط. داكوغ، اذا هادي بارتي من الديالوغ اللي عندنا. لي زيليف دو ليكول سون فيزيت دون اون سنترال الكتريك، اي سون اكويي بار ان ريسبونسابل. مي شير زونفون سوايي لي بيان فوني دون نوتر سنترال دو برودكسيون ديال الكتريسيتي. هذا هو لو ريسبونسابل كيهضر مع لي زيليف.
Nous vous remercions, monsieur, pour votre accueil. Je crois qu'elle a de l'estiqbal. سؤال جا من عند التلميذ كومو فونكسيون فوتر سونترال، قالو كيفاش كيخدم مثلا هاد السونترال ديالكم، شنو غادي يجاوبو ريسبونسابل؟ نوتر سونترال فونكسيون او فيول، يعني بالفيول. جو فو سوجير دالي فواغ لي جينيراتور. جو فو دون دابور دي انديكاسيون سور لو ليو. لا سونترال اكزيج بوكو دو سيكوريتي، يعني هاد السونترال هدا كيبغي بزاف ديال الاحتياطات. Il est interdit d'entrer sans permission et de toucher aux appareils. يعني ممنوع تدخل بلا إذن وممنوع تقيس شي آلة. Pour éviter tout danger, nous avons établi des conseils et des recommandations. Je vous propose de les lire ensemble ce qui est écrit dans cette pancarte. قال لي بلي راه دايرين خاص تقرا هذوك لي كونساي وهذوك التوجيهات اللي كاينه في اللافيتات. اي سي بلاك افيك اون تيت دو مور كون فوا بارتو. جاوبات الطفله قالت له هذيك البلاكه اللي فيها الراس جمجمه. قال لها سي بلاك انسيت لو بيرسونيل اي لي فيزيتور ا فير تري اتونسيون، يعني كتبين لي بيرسونيل اللي خدامين تما والزوار باش انهم ياخذوا الحيطه والحذر. Qu'est-ce que vous suggérez de faire pour éviter les dangers liés à l'électricité? قالوا لي كيفاش مثلا كتقترح اننا باش نتفاداو هاد الاخطار المرتبطه بالتيار الكهربائي. قال لهم tout d'abord être prudent et faire attention quand vous manipulez des appareils ou du matériel électrique comme le téléphone portable ou le chargeur et suivre les recommandations et les conseils qu'on vient de lire ensemble. اليوم اولا خصك تكون حكيم وتاخذ الحيطه والحذر ملي تبغي تخدم شي اباراي مثلا بحال البورطابل انسي دو سويت. وقالوا ليه نوفو ريميرسيون مسيو بور فوتر كونساي، يعني كيشكروه على النصائح ديالو. من بعد قال لهم الريسبونسابل ايكوتي ميز انفون جو فوز انسيت ا اتر ترو بريدون افيك لا بريدونس اون بو ايفيتي بوكو دونجي سورتو سولي على. الو غادي ندوزو من بعد ما غادي تقراو الديالوج غندوزو لبوندون لي كوت ونجاوبو على هاد الاسئله هادي اللي كنجاوبو عليها من بعد ما كتشوفو الديالوج. اذا السؤال الاول كي ريبون او كيسيون دي زيليف، يعني شكون اللي كيجاوب على الاسئله ديال التلاميذ. هاد الاطفال مثلا ملي غادي يطرحوا الاسئله شكون اللي غادي يجاوب عليها؟ غادي يجاوب عليها لو ريسبونسابل ديال دو لا سونترال، يعني المسؤول على هاد المركز هذا هو اللي غادي يجاوب عليها. إذن ندوزو السؤال الأول أو الثاني ونكتبو سي لو ريسبونسابل. دو لا سنترال. فوالا. كيستيون دو Que suggère le responsable? يعني شنو اقترح عليهم هذا الريسبونسابل هذا؟ اقترح عليهم باش انهم يمشيو يشوفوا لي جينيراتور توت الور، داكور؟ دالي فوار لي جينيراتور توت الور. اذا هادشي راه كامل عندكم في الديالوج. دو d'aller voir les tout à l'heure. Number question 3. Que propose-t-il aux élèves? كيقترحوا مثلا للتلاميذ. Il leur propose de lire ensemble ce qui est écrit sur une pancarte. Alors, سؤال 3. نحطوا قدامكم الديالوج باش تشوفوا الأجوبة. فين كاينين بالضبط في الديالوج؟
ما عنديش الديالوج هنايا في شي ورقة باش نافيشيه ليكم، ولكن غادي نحاول نديرو ليكم في الفيديو. نحاول نقلب عليه في الانترنت ونديرو ليكم في مع الفيديو. باردون سوكي écrit sur une pancarte اللي هي اللافتة. إذا ندوزو دابا السؤال أربعة. كو كومبورت لا بانكارت؟ إذا شنو فيها هاديك هاد اللافتات هادو شنو كيكون فيهم؟ كيكون فيهم دي كونساي. ملي كتدخل مثلا واحد المكان كتلقى لافتات كيعطيوك فين غادي تمشي أولا نصائح. دي كونساي أو بيان دي ريكومونداسيون توجيهات. Question 5. Quelle indication donne le responsable? Des indications sur quoi? Je n'ai pas terminé le responsable. Des indications sur quoi? Sur le lieu, le mécan. Des indications sur le lieu. 6. À quoi servent les plaques avec une tête de mort? Elles servent à quoi? Elles incitent le personnel et les visiteurs à faire très attention. Allez. لاحظوا معايا هاد البلاك هادي، هادي كتقول لك خطر الموت. ملي كتلقى بحال شي بلاكة بحال هادي كتقول لك خطر الموت. il incite le personnel، يعني الناس اللي خدامين تما، الناس اللي خدامين في هاد سونترال، وشكون اخر؟ اي لي فيزيتور والزوار حتى هما. افير اتونسيون. افير اتونسيون. كيسيون 7. كومون بوتون ايفيتي لي دونجي لي الكتريسيتي؟ كيفاش يمكن لينا مثلا نتفاداو الاخطار اللي عندها علاقه بالكهرباء؟ هي اننا خصنا نكونو اتر بريدون، يعني تكون حكيم في التعامل ديالك. بريدون اي في اتونسيون اي فير اتونسيون. فوالا، وهكذا نكون قد اتممنا حصة اليوم. اراكم في حصة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم. بالتوفيق للجميع.